السلام عليكم. لهذا تريدون أطفالًا؟ لهذا تريدون بناء أهرامات؟ لهذا تريدون تأليف كتب رائعة وسيمفونيات؟ لهذا تريدون الكثير من المال؟ لكي تكونوا أكثر من مجرد حيوانات محكوم عليها بالموت. الفيلسوف أفلاطون. حلقة اليوم عن أخصائي نفسي وعالم اجتماع شيلدون. سولو مون عنده آراء جدا جميلة يقول كل شيء في هذا العالم كل رغبة طبيعية يمكن إشباعها لا توجد رغبة طبيعية تبقى دائما متقدة أنا أحب البيتزا ولكن مؤكد أني سأصل, سأصل إلى نقطة ما سأكتفي من البيتزا حتى فيما يتعلق في الجنس لابد أن تكون هناك نقطة اكتفاء أحتاج إلى قسط من الراحة ولكن البشر فريدون من نوعهم فيما يخص الاستهلاك المفرط بالاشياء حب تملك اكثر مما يملك الناس الاخرين المحيطين بنا لذلك الناس متحمسين لامتلاك اشياء كثيره جدا متحمسين لامتلاك اموال اكثر من غيرهم لماذا لان ذلك يمنحهم شعور جزئي بانهم سوف يبقون بامتلاكهم لهذه الاموال والاشياء الاخرى سوف يبقون مخلدين وانطلاقا من هذا السبب فان الكفايه غير كافيه على الاطلاق لذلك تلاحظ مثلا مسؤول في الدوله كبير عراقي او غيره وزير ممكن يسرق مليار دولار وهو عمره 70 سنه يعني رجليه بالقبر لانه هناك شعور خفي انه هذا الاموال سوف تبقي مخلد الى الى اجل اكبر اللي راح يصير انه نقضي كل حياتنا في جمع اموال في شراء منازل كبيره جدا مليئه بالسيارات في مداخل هذا هذه البيوت نقضي حياتنا في شراء اجهزه وتقنيات تكنولوجيه موبايلات هواتف آه، لابتوبات وغيرها من هذه الاجهزه لكن الحقيقه هي أن الانسان لابد ان يصل الى نقطه يصبح فيها هذا التملك المفرط لا يجلب له اي سعاده ومؤكد انه املاك العالم اموال العالم بيوت العالم سيارات العالم باكملها لن تجعلك تعيش اكثر يوم واحد من اللي مكتوب لك او من اللي ممكن انه مقدر لك ان تعيشه اللي راح يصير انه لابد ان تصل الى نقطه جميع البشر نصل في نقطه من حياتنا لن نحتاج بعدها الى اي شيء لاننا كل الاشياء اللي نحتويها لابد ان ياتي يوم نتركها وستكون هي موجودة ونحن غير موجودين عندما تأتي إلى تاريخ البشرية سنجد أن التاريخ الأكبر من البشرية قضينا ولم يكن للناس الكثير من الأشياء لماذا؟ يعني في عهد قبل الزراعة وما بعدها كانوا الناس حياتهم قصيرة جدا وكان الإنسان يقضي معظم حياته في البحث عن الطعام لماذا؟ الطعام واشياء اخرى بسيطه لانه التكنولوجيا لم تكن موجوده من اجل ان تجلب كميات كبيره جدا لمعظم الناس ويستطيعون يشتروها باثمان رخيصه، كانت طريقه الانتاج الاساسيه في وقتها انه الانسان يصنع الاشياء اللي يحتاجها هو بنفسه. فاذا كان هذا الانسان يجيد مهنه النجاره او نجار هو سوف يصنع الكرسي كاملا. اذا كان هذا الانسان اسكافي هو سوف يصنع حذاء كاملا له ولعائلته مثلا واذا صنع كرسي او حذاء جيد كرسي جيد حذاء جيد هذا سوف يدعو الى الفخر مدعاه للفخر بعدها سوف تاتي الثوره الصناعيه سوف يكون هناك انتاج ضخم جدا سوف يعطينا القدره على انتاج سلع ذات جوده جدا عاليه وباسعار مقدور عليها من قبل كل البشر اللي راح يصير انه تقسيم العمل سوف يغير العمل جوهر العمل بشكل كلي جدا فلم يعد هناك من يصنع الان كرسي كامل بل ربما بسمار يضع بسمار في الكرسي فقط لم يعد هناك من يصنع حذاء كامل بل فقط لربما يثبت الكعب على هذا الحذاء فقط لذلك يقوم الانسان طيلة 40 سنة وثمان ساعات باليوم فقط بتثبيت كعب الحذاء على الحذاء على سبيل المثال الكرسي ليس ملكك الحذاء اللي تثبت فقط للكعب عليه هو ليس ملكك بالتالي أنت لا تفتخر بدق بسمار في الكرسي أو تثبيت كعب على الحذاء طبعا هاي كلها أفكار كارل ماركس إذا نأتي للأصل يتحدث بها عن الاغتراب تذكرون عندي حلقة بالتالي لم تعد القدرة متوفرة على كسب الاعتزاز بالنفس أنك صنعت فتشي يعني شيء مهم من خلال هذا العمل اللي قمت به العمل الذاتي لذلك حدث هناك تحول اساسي من الانسان المصنع الى الانسان المستهلك. هذا التحول راديكالي من تقدير الذات من خلال انجاز عمل يدوي اقوم به بنفسي كان يكون حذاء او كرسي او اي شيء اخر الى تقدير الذات من خلال ما تستطيع ان تشتري وتتملكه من بيوت وسيارات وغيرها، من ثم هناك شعور دائم عند الانسان بعدم الرضا ياتي من اين هذا الشعور؟ ياتي من الخضوع للقيم من اجل السعي وراء حب التملك اللامحدود، بحيث يصل الانسان الى نقطة التي يشعر فيها بالسعادة ابدا، لن يصل الى هذه النقطة مطلقا، بعبارة أخرى أن الجانب الآخر لكل رغبة عارمة هو ببساطة تضخم لا يمكن التحكم به على الاطلاق بالنهاية سوف يصبح هذا حب التملك خارج عن السيطرة. سابقا في العصور الوسطى كانت كان المذهب الكاثوليكي هو المذهب المهيمن والمسيطر والشكل الاكثر انتشارا للديانة المسيحية. كانت الكنيسة الكاثوليكية بقتها تعتبر الجشع والطمع عبارة عن خطيئة. كان تبرير ذلك انه من قبل الكنيسه، كان تبرير ذلك هو انه لا باس انه من انتاج اشياء للمصلحه الشخصيه، للمصلحه العامه، لكن التملك الفاحش هذا شيء مرفوض، استغلال الاخرين من خلال الربا هذا شيء جدا مرفوض، الاقراض بفوائد عاليه جدا هذا من الموبقات اللي راح يصير انه بعد الكاثوليكيه سوف تاتي الثوره البروتستانتيه الاصلاحيه كانت على اثرها أن الناس اصبحوا وحيدين الان، كيف؟ اصبحت صله الانسان بواسطه بواسطه البروتستانتيه اصبحت وصله الانسان بربه مباشره، سابقا انا كنت اذهب الى القس واعترف باخطائي فيقول لي الله تاب عنك، عرفت ان الله تاب عني. سابقا كنت اذهب الى القس واطلب منه ان يدعو لي الى الله يدعو لي الى الله، حاليا الامر اصبح بالبروتستانتية الأمر أصبح أكثر حرية لكن نفس الوقت أكثر صادم نفس الوقت لأنه من أين سوف أعرف أنا البروتستانتي من أين سوف أعرف أن الله راضي عني أو الله غير راضي عني مسألة تخصني أنا فقط لذلك سوف يعتمد المذهب البروتستانتي على مذهب القدرية أو الأقدار بمعنى انه الانسان لا يتعب نفسه ويبحث ويدور الله راضي عني ام غير راضي عني من البدايه مكتوب على جبينك انت بجهنم او بالجنه سلفا مقدر عليك انت ملعون بجهنم مصيرك او انت الله رحمك وتدخل الى الجنه بالضبط يقابله عندنا بالقران الكريم الايه اللي تقول فاما شقي واما سعيد هناك من يفسرها انه من البدايه ونحن في أرحم امهاتنا مكتوب علينا الشقاء يعني بجهنم او سعداء بالجنة هناك لا من يفسرها لا يقول لا لا شقي أو سعيد بالدنيا تقضيها شقي أو سعيد بكل الحالتين هناك حتمية سواء بالدنيا أو بالآخر المهم هذا موضوعنا اللي راح يصير كيف سأعرف أني سوف أدخل إلى جهنم أو سوف أدخل إلى الجنة ما الحل يوجد حل نعم حسب البروتستانتين الحل هناك فكرة تقول انه انا استطيع معرفه ان الله يحبني او ما يحبني عن طريق ما امتلكه من اموال من بيوت من شركات من عقارات وغيرها فاذا علمت انه هذا الانسان اللي يملك اموال كثير الله راضي عنه بالتالي سوف اعرف انه مصير الجنه يعني بالضبط كما نقول بالعاميه عن شخص غني الله رازقه لاحظ الله رازقه الله موفقه الله مسهل عليه أه وهكذا بينما الشخص كذا اللي اموره تعبانه صحيا ماديا كذا دائما عليه يعني هذا الله غاضب عليه. اللي راح يصير انه ها هي يعني ما دام انت امورك الماديه زينه بالتالي الله راضي عنك هذا راح يكون مبرر للتمسك بالمعتقدات الدينيه الذي الذي سوف يساهم بالامتلاك امتلاك الكثير من الاشياء بشكل غير محدود وهنا أحيلكم على حلقة من حلقاتي للفيلسوف ماكس فيبر اللي اسمها الأخلاق البروتستانتية وروح رأس المال اللي يتحدث بها أن الأخلاق البروتستانتية هي اللي وجدت لك رأس المال وعلى على أثرها تم ظهور الحضارة الغربية على الإطلاق وهذا موضوعنا المهم الآن حسب الكاتب كثير من الأوروبيين والأمريكيين في العالم الغربي في عصرنا الحالي الآن لم يعد لديهم أي إيمان راسخ بالله الإنسان لم يعد يؤمن بالله ولكن مع ذلك عليه أن يؤمن بأي شيء يجلب له الطمأنينة هذه هاي الطمأنينة اللي يفتقدها الطمأنينة باستطاعته أن يحس بها حتى يعيش مرتاح الأبد المال أصبح حرفيا الأيدولوجيا الجديدة للإنسان لم يعد الإنسان يقدس الله في حد ذاته بل الفكرة هو أننا سنحيا فترة أطول من خلال تقديس المال من ما خلال ما, ما نمتلكه من أشياء اللي راح يصير مع ذلك يقلقنا أش أو ناس آخرين في هذا العالم عندهم قناعات دينية على سبيل المثال تختلف عن قناعاتنا فعندما أكون أنا مواطن أمريكي جيد مواطن مسيحي جيد اؤمن بالله واؤمن ان الله خلق السماوات والارض خلق العالم كله في سته ايام ثم استوى على العرش من ثم التقي بشخص هندوسي فيقول لي لا لا هذا الكلام غير صحيح البقره هي اللي خلقت هذا العالم باكمله فاذا كان هو محوق والبقره خلقت العالم انا اذا ارائي كلها خطا وبالعكس لذلك راح يتولد كراهيه للمعتقدات الاخرى هذه النظم العقائديه الموجوده عندنا بالاساس هي تخفف من الشعور بالموت تخفف من من خوفنا من الموت لكن مع ذلك لن ينتهي سيبقى هناك هلع مسيطر علينا تحت سطح الوعي ولكن بشكل خفي اذا الذي سوف نقوم به ماذا سوف ناخذ هذا الخوف الموجود تحت سطح الوعي وعلينا ان نتعامل معه بطريقه اخرى. نعم ممكن ان يوجد هناك امر نفعله وما هو او امرين عن طريق نقضي على هذا الخوف الموجود عندنا من الموت. يا اما نشتري شغلات نبقى طول عمرنا نشتري بيوت، سيارات، اجهزه كهربائيه غيرها غير ونعيش في اللحظه مهما كانت هاي الاشياء العبثيه اللي نشتريها امر اخر ممكن ان نفعله. وهو ابعاد هذا الخوف من الموت والصاقه باناس اخرين نكرههم وهابيه، شيعه، مسلمين، مسيحيين، كفار، هندوس شيوعيين لا ادريين ببساطه ممكن ان نقول هؤلاء هم اصل الشر سحبنا الخوف من الموت لقينا على ذولا هم اصل الخوف اصل الشر اللي راح يصير يقول الكاتب كنا نكره الهيبيين الهيبز هاي فتره ال يمكن الستينات والسبعينات لكن الهيبيين اصبحوا الان امر جدا عادي اوكي نبحث عن اناس اخرين نكرههم مثليين مثلي جنس، لكن اصبح الامر عادي جدا بالعالم الغربي المثليين اوكي نبحث عن غيرهم المسنين الناس الذين لا يتحدثون اللغه الانجليزيه وهكذا دائما نبحث عن اناس نكرههم نجعلهم سيئين نلقي عليهم كل الخوف ومع ذلك هؤلاء الناس نحاول اقناعهم انه اسلوب حياتنا هو الافضل واذا فشلنا بذلك نقتلهم بكل بساطه. لذلك الحرب هي النتيجه الحتميه لعدم قدرتنا على التسامح مع الاخرين، لعدم قدرتنا على التسامح مع الاشخاص الذين لا في نفس المعتقدات. نحن في كل الاحوالات في كل الاحوال عندنا تناقض كبير جدا، نريد ان نفوز بحالتين متناقضتين. احيانا نحن نريد ان نبرز كافراد على اننا الافضل افضل من الاخرين، نتميز باشياء الاخرين ما يمتلكوها. لكننا بنفس الوقت نريد ان نكون جزء من الاخرين، جزء من المجتمع، ارغب ان اكون مواطن عراقي امريكي، مواطن جيد ببساطه. عندي عائله، جزء من عائله، جزء من مجتمع، جزء من المكان اللي اعيش به، لكن مع ذلك اريد اتميز عنهم كفرد. يقول الكاتب عندما تقول شخص ما انت مثل اي شخص عادي يعني لا يوجد شيء يميزك عن الاخرين. هذا الشيء سوف ينفره, ينفره ينفره ويجعله نرفز لانه يريد ان يتميز عن الاخرين، يريد ان يكون بارز، لكن عندما تقول لا يا الهي كم انت انسان متفرد بالفعل. هذا الشخص عندها يريد ان يكون حاله حال اي شخص اخر، هناك تناقض بين ما يريد بالبدايه ان يكون متفرد عن الاخرين وبين ايضا يريد ان يكون حاله حال الاشخاص الاخرين. لذلك اضرب مثل شخصي عندما قتل اخي محمد في احد الحروب العبثيه وكان عمره 24 سنه، كانت امي الله يرحمها يعني تريد ان تجعل قبره متفرد، يعني لاحظ حتى في الموت وفي القبور نبحث عن التفرد. كان دائما شغل امي الشغل انه كيف لاخي محمد قبره بجانب قبور لاناس مسنين 80 سنه 50 سنة، 80 سنه 70 90 100 سنه وهذا الشيء كان يقلقها كيف لشاب عمره 24 سنه يندفن بجانب اشخاص كهول اعمارهم 70 و80 و90 مع العلم هي اذا تاتي اذا تبحث عن العظام اللي في القبر لن تستطيع ان تميز قبر ابو ال 24 سنه عن قبر ابو ال 90 سنه. بالتالي كانت تريد ان تجعل هذا القبر قبر ابنها متفرد. فكانت في احد المرات مع هذا الدفان او الكذا تريد ان تجعل لقبره علامات او كذا فكان هذا الشخص يقول نعم سنجعل له هنا كذا سأضع هنا طابوقة وأعمل لها كذا سوف أقوم بصبغ هذا الشيء منا وأعمل كذا وهي تعطي خمسة آلاف سوف أقوم بوضع خطوط هنا وكذا وتعطي خمسة آلاف دينار وسأضع له هنا وكذا ولافتة هنا وتعطي خمسة آلاف كان يعزف على جراحاتها هاي المرأة المسكينة اللي فتعت بابنها وبالتالي يعني لن تحصل على أي شيء في كل الأحوال يعني هناك هذا الإنسان عجيب غريب يبحث عن التفرد وبنفس الوقت يريد ان يكون جزء من مجموع من اسره من عائله. هذه الفكره اننا نريد بروز ممكن رؤيتها اين؟ ممكن ان نراها في حياتنا الدنيا بالاستهلاك، اريد ان امتلك سياره بورش على سبيل المثال، لماذا؟ انت تستطيع ان تذهب الى مشاويرك في اي سياره عاديه مهما كانت، لكن لا الاخرين عندهم سياره بورش، انا لا يجب ان اشتري سياره بورش. مع ذلك تريد ان تكون بارز؟ عن الاخرين ممكن ان تكون متميز عن جميع سكان نيويورك مثلا اشتري جمل واركب عليه في شوارع نيويورك مع العلم ان الجمل في نيويورك اغلى من سياره البرش لكن هذا الشيء لا يريد لانه لا يريد ان يكون بارز اكثر من اللازم بشكل عام البشر يميلون دائما الى استغلال الظروف او تطويع هذه الظروف لمصلحتهم هذه الانانيه ولذلك من السخف أن نعتقد بأننا ممكن أن نصبح في يوم من الأيام غاندي أو الأم تيريزا أو المسيح ذلك لن يحدث بكل بساطة مع ذلك هذا الطمع هو ليس شيء سلبي مئة بالمئة أبدا الطمع حسب الكاتب هو مزيج معقد من القوة اللي تحفزك هاي القوة اللي تجعلك قد تكون أفضل عندما يكون بجرع مناسبة لذلك من السذاجة أن ننكر أن هذا الإلحاح على تحقيق النجاح انه هذا الالحاح على ان يكون المرء افضل هو محرك نفسي للابداع والابتكار والمعرفه، من السذاجه ان ننكر كل هذه الامور، لذلك قليل من الطمع هو امر جيد ولكن الغريبه انه غالبيه العظمى من الناس يريدون كل شيء، يريدون عندما تقول لهم هذا الكلام انه لا باس بجزء من الطمع يرفض هذا الشيء ويقول لا بل انه من المستحيل ان اتوقف او اخفف حتى من الطمع لذلك ياكد الفيلسوف نيتشه في كتابه العلم المرح يقول ان الوعي هو الغباء الكارثي وبسببه سوف يهلك البشر ذات يوم كانت حجه نيتشه هي اننا مجرد كائنات عابره مكرسه للفناء لان السلوك ذاته الذي ممكن ان نعتمد الان على المدى القصير مثلا يمكن ان يصبح مشكله بالنهايه حتى يصل الى مرحله قد يسبب لنا كارثه. بالتالي مع ذلك لفتره طويله شجعت الفلسفه وشجع الدين كذلك البشر على النمو. علينا كافراد كمجتمع ان نتقبل بتواضع اننا مجرد كائنات فانيه هذا النهج علينا ان نتحرك عليه، نتحرك في هذا الاتجاه، نحن يجب ان نتواضع. لذلك جميع الناس البؤساء الناس المتكدرين الناس اليائسين والبائسين الناس خائبين الامل في هذه الحياه بسبب تعرفهم على تلك الحقيقه المره ان نحن بشر فانون هذا احباطاتهم والامهم هي حقيقيه بالفعل لذلك لا يمكن الهرب منها بواسطه المخدرات والكحول والخمر وغيرها او التسوق والطمع الزائد اكثر من الم... مما يجب لذلك عندما الانسان يريد ان يحصل على المرح يحصل على الراحه سوف تاتيه مع التقدير الكامل لقيمه حياته الفانيه تتطلب ان يتقبل المرء ان الماساه امر لا بد منه في هذه الحياه الدنيا موكد ستنتابنا المعاناه بين حين واخر وهي الرئيسيه النفسيه هي ان نقبل بان الحياه تحمل معها ليس وجه واحد عندما تكون سعيد الحياه بها اوجه عده ربما تجيك ربما تريك وجه جميل وربما تريك وجه قبيح وسيء ومرعب لذلك على المرء ان يكون متواضع على المرء ان يكون متواضع لانه منح في كل الاحوال هبه اللي هي انه سمح له ان يكون بالاصل موجود في هذا العالم مؤكد انه لا يوجد اي احد منا اختار المجيء الى هذا العالم، ومع ذلك لو اختلف جزء ضئيل من الحامض من الحامض النووي مثلا ربما لم نكن نصبح بشر، ربما لكنا حبه فاصوليا او قرود شمبازي او حتى نباتات منزليه، يقول سلمون انا شخصيا ممتن من اعماق قلبي لانني عشت حياتي. فالمرء يسير مرة واحدة على مضمار الحياة في هذا العالم أنا أفضل أن أسير ذلك أسير على ذلك المضمار كإنسان وليس كسحلية أو حبة بطاطا شكرا لكم